جسري على درب الهداية والنقاء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاء تعالي يا أخية في رحابي لنصعد صوب علياء السماء لنصعد صوب علياء السماء رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الله علينا باللقاء، وعدنا والعود أحمد لرحاب الطهر والإيمان. ودعنا رمضان وهذا قدر محسوم، فلا نودع الطاعات وهي حظ مقسوم لمن رغب واجتهد. تجلى لنا في الصيام مقصد التعبد والإخلاص، فتدربت عليه النفس يوما بعد يوم ليتأصل فيها ويصبح نهج حياة. وحتى نجني حصاد رمضان سوية، نناقش اليوم وإياكم صحبة دكتورتنا الفاضلة أسمى معاني الإيمان، معنى الإخلاص ونقيضه الرياء، المرض الخفي الذي إن تفشى في قلب المؤمن أرداه تعيسا، عافانا الله وإياكم. نرحب بكم من جديد، مرحبا بكم جمهورنا، مرحبا بك دكتورة وأهلا بك، اشتقنا. الله يبارك فيك يا منى، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير، الحمد لله على السلامة. والاستوديو كان مظلم من غيرك. الله يبارك فيك، منور بوجودكم. دكتورة، اليوم الموضوع بالحقيقة دسم، فنحاول أن احنا ناخده أكبر قدر منا لأنه مهم. صحيح. أولا دكتورة، بالنسبة لموضوع الرياء، طبعا هو معروف من أخطر أمراض القلوب، لكن احنا محتاجين أن نتعرفوا عليه ونحطوا له حدود. صحيح. بحيث لا يدخل غيره فيه ولا احنا نتساهلوا في الموضوع. صحيح. يعني مثلا زي إنسان يحب المدح، إنسان يحب المكافأة، هل هذا يدخل في الرياء؟ الإنسان يفرح بالمدح، هل هذا يدخل في الرياء؟ مثلاً يعني مثل هذه الأمور، وضحينا معنى الرياء وقولينا هل هذا يخش فيها أو لا؟ طيب، نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويا رب يجعلها حلقة مباركة، يا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص، اللهم أمين. أول حاجة، من عرف الرياء من يحب أن يرى، عارف الرياء من الرؤية، اللي بيعمل العمل للناس. طبعا في انواع كتير للرياء هنقولها، يحب يسمع بعمله ويسمعه الناس، فيحب ان هو يعمل العمل عشان الناس، ده رياء. فالعمل من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكارثه في موضوع الرياء ايه؟ حديث يخوف من الله عز وجل، حديث قدسي، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل ابتغى به غير، اللي بيعمل عمل عايز به غيري تركته وما أردت. الناس يوم القيامة للنبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما تسعر النار على ثلاث، شهيد وعالم ومتصدق. سبحان الله. شهيد قال له فيما؟ قال له فيك يا رب، قتلت فيك، قال له كذبت، ولكن قتلت حمية ليقال بط فقد قيل، خلص. وأنت عالم تعلمت العلم وعلمته يا رب فيك وقرأت القرآن فيك، قال كذبت بل تعلمت ليقال عنك وقد قيل، خلص، قال لك شو أجر. تصدق الصدقة اللي فيك يا رب ولك يا رب، قال كذبت، ولكن ليقول أعطى فقد قيل، خلص. فأنا أغنى الشركاء عن الشرك، توقفنا، هي دي الفكرة، أغنى الشركاء عن الشرك توقفنا، وتخلينا ان احنا قبل اي عمل يا رب لك يا رب. عشان كده نيجي بقى الانواع الرياء ذات نفسها، اعمل ايه يعني وانا اكتشف ازاي؟ اكتشف ازاي ان انا من المرائين، استغفر الله يا رب استغفر الله، مرائي ولا منافق ولا الشرك الخفي ولا الشرك الاصغر، ولا انا من انهي نوع، ولا الرياء، رياء البدن ورياء القلب ورياء الملبس ذات نفسه ورياء البدن، كل الكلام ده نعرفه. لما نيجي نتكلم عن الشرك الأصغر، إيه هو؟ إنه يعمل العمل ابتغاء الخلق، يزداد يعني فرح بالمدح، أو لما يجد حد يراه مثلا في عبادة فيحسن العبادة ويطيل الصلاة، ده شرك العمل، العبادة، شرك العبادة. إذا رأى أحد بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص زاد في الصلاة وأحسن في الصلاة، عندك شرك المظهر، الملبس بقى متزهد ومش عارف اعمل ايه ولابس ايه عشان انا من الزاهدين، استغفر الله.
شوفي ناوي ايه؟ ده شركه خلاص، ده رياء. دكتوره في نقطه هنا ممكن تختلط على بعض المستمعات، مثلا نشاط النفس مع الصحبه الصالحه. نعم الله يفتح عليك. كان سؤال، الله يبارك فيك يا منى، والله عايزين مره نعمل حلقه نسمع فيها منى. عايزين بارك الله فيك. كان سؤال مره احد الطلبه الشيخ كشك عليه رحمه الله، سالوا نفس السؤال اللي انت بتقوليه، قالوا يعني انا ببقى الواحد يعني كسلان وكذا، لكن لما ببقى في وسطيكم وبنشط وهكذا، قال لك دي الصحبه تعين. اعمل ايه انا علشان اطلع من الامر طالما الصحبه تعين؟ تمام. أول اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نحب أن يعني تسرنا الحسنة وتسوءنا السيئة، قال فذلك الإيمان. يعني خلاص طالما الأمر ده المؤمن تسره، ولكن بشرط، بشرط. وأنا بعمل العمل حتى وأنا لوحدي كسلان، ولكن نيتي في خالصة لله عز وجل. ده خلاص، ده إخلاص وقبول. لكن اللي بيعمل العمل ويجي بعديها فيرى مدح الناس، خلي بالكم بقى، ده الرياء الخفي، ده الكارثة، وده اللي دايما يتعاهد به العلماء وأئمة الأمة والسلف الصالح، كانوا يتخوفوا من النقطة دي. يقول لك أنا ناوي العمل لله عز وجل، ولكن جه شائبة جت عليه. انتبه، انتبه. ليه؟ لأن أنت عندك شيطان مش هيسيبك. إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الرياء، قال له كدبيب النمل، ما أنتش شايف حاجة. سبحان الله. والإخلاص كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، ملهاش لا صوت ولا لون ولا شكل ولا أي حاجة. لا يعلمه شيطان فيفسده، ولا هوى نفس فتبعده، ولا ده ولا ده. لكن لما اجي اقول الرياء الخفي، انا ناوي العمل لله عز وجل، لكن جه مدح ناس استعيذ وارد عليها، زي ما جت السيده عائشه تطلع الصدقه، فيجي تطيبها لله، نيتها لله عز وجل، وبعدين يجي تشكر جزاك الله وتقول ولكم بمثله وزياده، حتى الدعوه مش عايزاه، هي عايزاها خالصه. الايه في اخر سوره الكهف، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قال لك هنا تفسير ولا يشرك، اوعى ترأي ربنا ولا تشرك معه. الاثنين صفات المنافقين، ولا يقومون الى الا قليلا، يا مذبذبين بين ذلك ولا بين هؤلاء، لا ذلك ولا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لكن كانوا ايه؟ يراؤون الناس. الكلمه اللي يراؤون الناس، مجرد ان هم يراءوا الناس، او التانيين ينفقوا ايه؟ رئاء وبطرا الاثنين، يا بينفق عشان يتقال، يا اما الوضع اللي حواليه خلاه يعمل كده. السؤال اللي قالته استاذه منى، ان انا في وسط الصحبه بنشط، لكن وانت بره الصحبه قلبك لله برضه، لكن ده ما بيعملش كده. ده في وسط الصحبه عشان ما يتقالش ايه ده، يقول كله انفق وانا لا، كله قام وانا لا، ده لا. عشان كده قبل العمل اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، نيتي لله عز وجل، يا رب خالصا لوجهك الكريم، يا رب لك وحدك، يا رب لا ابغي به، يعني لن زي سيدنا علي، الايه اللي نزلت ثلاث ايام صايمين، اول يوم جالهم مسكينا ويتيما واسيرا، ادي المسكين الاول اللي جالهم عطوا الطعام خلاص وطووا بالماء، صيام ثاني يوم، ثاني يوم مسكين يتيما، ادي اليتيم ايه اللي حصل؟ خلاص عدى نفس الكلام، وثالث يوم وأسيرة، ده وده وده الثلاثة، إيه اللي حصل؟ شو الله عز وجل هم قالوا إيه قبل ما ربنا يديهم الجزاء؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطر. إيه اللي حصل؟ فوقاه. الآية اللي في سورة الحج اللي قالتها السيدة عائشة، يا رسول الله اللي ائتونا ما اتى وقلوبهم وجد، ده حالي وانا بعمل العمل، انا مخلصه لله وناويه فيه لله صحيح، ولكن باتي وقلوبهم وجد. قلت له دول بيعملوا المعاصي يا رسول الله والكبائر؟ قال لا، ولكن يعملوا الطاعات ويخشوا الا تقبل منهم. قلوبهم وجل الا تقبل. يبقى انا اول العمل النيه لله عز وجل، في وسط العمل يجي لي الشيطان، والناس تغفر الله ولا نريد منكم، والله وجه الله عز وجل. بعد العمل يا رب تقبلوا يا رب، الرجاء من الله سبحانه، تقبلوا يا رب على كذا، يا رب يا رب، يقول لك سبحانك يا رب، يقول لك وانت عارف عمل ايه اللي قبل، ولكن اخلص النية، ما انتش عارف اني واحد قبل فيه، فالامر قبليه وفي وسطه وبعد العمل حتى لا نمل. طب ما احنا بنحب ان احنا نرى البشر برضو. قال لي يا رسول الله تصدق واحب ان ارى البشر في وجوه الناس، من كان يؤمن من فمن الايه بتاعت اخر الكهف، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل. النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه بالايه، ولا يشرك بعباده، حتى مجرد انك تشوف. عشان كده كان الاصل في حاجتين القصتين دول واحفظيهم معايا، الاولانيه تصدق بيمينه حتى لا تعمل شمال، ما تعرفش
عشان ما يجيلوش أمر في نفسه، والتانية البغي من بني إسرائيل، واحدة بغي بتفعل الفاحشة، ولكن سقط كلب فشكر الله لها. ليه؟ ما كانش فيه كاميرات وتصوير وإحنا بندي الفقرة وما كانش حواليها حد عشان ترائي، عملته خالص من قلبها فشكر الله لها فدخل الجنة بسقيا الكلب. فأمر ال- 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 الرياء والإخلاص، لأن طبعاً جناح يا رب رزقنا الإخلاص وإياه، الأمر ده محتاج من المؤمنين والله أكتر من الفعل، من المؤمن اللي على طريق ربنا سبحانه وتعالى، من الزوج أنا مخلصة في الأمر للزوج، ما هيجي يبهدل الدنيا بقى صحية وعاملة الدنيا وعاملة الأكل وعاملة ومعاملة له حاجات تحفة وواقفة بتبتسم له، أم جاي هوب كرسي في الكلوب منكد عليها. لو انت بقى مش مغسلة عاملاه لزوجي غلط، اوعي تقع في الواقعة دي، عاملاه لله في زوجي. شكر ما شكرش ليش دعوه، شكور مين؟ الله عز وجل. بعمل وعملنا للاولاد وطلعوا كذا وكذا، يعني سيدنا نوح هيتحاسب على على على, على ابن زوجته، سيدنا قوم لوط هيتحاسب على زوجته بتاع سيدنا لوط. فعل ما في وسعه ما في استطاعه. يا ابونا اركب معنا، حتى يقول لك كلمه الميم اركب معنا يبكي. ما لما هتبكي مش هتعرفي تطلعي الباء، بقك مكتوم، شوف حتى البلاغه في النطق. فالاصل ان انت بتعمل العمل لله عز وجل، ادي في البدايه دي النيه لك وحدك يا رب، لك ابتغاء وجه ربنا. لسه في شيخ مصري كفيف توفاه الله لسه اول امبارح وامبارح العزاء، وكانت الدفنه امبارح. هذا الشيخ رجل كفيف كان يحب النبي عليه الصلاه والسلام ورسوله، ودايما عرفناه في مزامير القران، كان برنامج طالع في 2010، وراجل صغير السن 38 سنه، بيقولوا له يعني من اخذ حبيبتيه فصبر عليها ليس له جواء الا الجنه، ما انت زعلان على انك كان نفسك تشوف الدنيا. قال والله ما مصبرني عليهم غير ان انا هرى وجه الله عز وجل في الاخر. يعمل العمل ويبتغي وجه الله، يحصل ايه؟ يسمع ربنا بيه، مش جاي الحديث بقى، يأبى الله، يأبى الله الا ان خير المؤمن تعرفه الام، ويصلي عليه جموع الناس. عندك شيخ موجود في نيوجيرسي والتاني اللي موجود في نيويورك يقول لك ما عهدت انا في امريكا اكتر من 30 سنه ما شفت جنازه على مصر قد ما شفت الله. سبحانك ربي. الاخلاص، بعمل العمل حتى لو ازيد، ده هو الفرح والسعاده، انك تؤذي في عمل انت نويتي فيه لله عز وجل، دي السعاده الحقيقيه، انا نويت لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يجزيني عليه. الاصل في العباده لك وحدك، لا نريد منكم جزاء، واللي يقول لك اعملي زي السيده عائشه، نهج اهو اعملي زي السيده عائشه ما قال، ولكن بمثل وزياده، ترد عليها حتى الدعوه، حتى جزاك الله ولكن مثل وزياده، لا عشان انا عايزه ثوابها كامل مكمل ليا. نعم. اللي بيحصل بقى الخلط، ان انا دايما اتعاد، يعني سيدنا حذيفه بن اليمن دوت كان امين سر النبي عليه السلام. نعم. وامين الامه، والنبي عليه السلام قال له اسماء المنافقين والعياذ بالله. فما كان يجي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجي النبي يصلي على جنازة خلاص يصلوا معاه، ما يصليش يعرفوا انهم منافقين ولا خلاص. فلما مات توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوا يستنوا يشوفوا سيدنا حذيفة هيروح يصلي عليها ولا يروح يصلي وراه، لحد سيدنا عمر، تعرف سيدنا عمر راح له قال له استحلفتك بالله أذكرني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. عمر يعني والله الواحد يقف قدام الأمر ده ويراجع نفسه ويقول لنفسه وهكذا. حتى المشايخ يجي مثلا شعراوي يقول لك روح لقى الناس بيستقبلوه وكذا، حب يكسر نفسه ويعلم نفسه الإخلاص، راح مسح حمامات الناس. سبحان الله. ليه؟ عشان تبقى حاجة ولا لا شهرة ولا كلام ولا حتى شكراني ولا الكلام. لا نريد أصلا توه دكتورة في السوشيال ميديا الشهرة طبعا، يعني دي كارثة هي بقى، هي هدف الآن كل الشباب. سألوني أنا على الكلام ده. يعني دكتورة بما أن الشهرة الآن يعني وصلت للشباب في أيديهم. صحيح. والبنات، هل ممكن أن تعطينا طريقة، يعني مش طريقة مختصرة، لا، ممكن يعني خطوات مختصرة. تمام. في ثلاث دقائق. تمام. لأن الوقت المختصر قرب ينتهي. خليني حتى يتجنبوا داء الرياء. طيب خليني أقول لك إن موضوع السيلفي ذات نفسه، السيلفي ذات نفسه إنها تطلع الأكلة اللي بتتصور وتتحط وبتاع، يقول لك وعي حصل جماعي أو طريقة على حسب شغل الإنستا والسناب وفي كل مكان والكلام ده. أنا فوجئت السناب ما ينفعش تنزلي عليه بوست ولا بتاع إلا لما تعملي السوريات كذا مرة، يعني إيه حياتك اليوم شو صحيح حكي يعني.
الأصل في الأمور الستر. والشهرة والله يسألونها ضربتها صعبة جدا. ضريبة الشهرة مش حاجة واو وحاجة يعني كذا وكذا، لا، أنت مأذي في نفسك ومأذي في بيتك ومأذي في عيالك والعيون والدنيا والناس والكل منتظم، وبعدين تطلع من جرح الجرح اللي يطلع. لكن نسأل الله العفو والعافية وربنا يحفظنا باسم الحافظ الحفيظ. إيه لما أجي أوصي شبابنا وبناتنا وخصوصا في موضوع الرياء والسمعة والشهرة في أمر زي دوت، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر إنك أنت رقم واحد يكون أمرك لله سبحانه وتعالى. والله يا ابني لا هينفعك ده ولا هينفعك ده. والشهرة مش بتاعة الدنيا، والله ما بتاعة الدنيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الأمة مش فرض على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. الشهرة شهرتك في أهل السماء، إن الشهرة إن يعرفك أهل السماوات السبع، يعرفوك فلان ابن فلان، زي ما كانوا عرفوا صوت سيدنا يونس في الدعاء، نعرفه صوت معروف يا رب، نعرف هذا الصوت، يعرفوه بالدعاء، يعرفوه بصدق اللجوء إلى الله، يعرفوه بالصالحات، وينادى في الملكوت بأحب أسمائه في الأرض، الصوامة، القوامة، الصادقة، صاحبة قيام، صاحبة العمل الصالح والطاعة لزوجها، صاحبة إدخال السرور على زوجها، صاحبة مقابلة السيئة بالحسنة، كل ده. الذاكرة كثيرا والذاكرات والصائمين والصائمين، كل ده. فالوصية ابعدوا عن الكلام ده، زوال. والله لو اتقطع النت ودي الدنيا باظت وحد عارف حد ولا الكلام ده، ايش اللي هياخده من الشغل؟ ايه اللي هيعمل غير انك والله ما تنظر طفلي لسه كانوا جايبينه حبيبي صغير وحطوا اللي ده. وانا امس الامهات ما تحطيش صور اطفالك يا بنتي، ما تحطهمش. كانت دايما بتصوروا الام بظهره، جابت مره بس من وشه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجميع تعرف الأطفال، كلنا بنحب الأطفال ونبص وهكذا. يعني ادعوا الابني في العناية المركزة، ادعوا الابني توفاه الله. فيعني العين، وأكثر يعني أقول موت أمتي من العين، وتدخل الجمل القدر والرجل القبر، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، وما تبصوش حياة البلوجرز والمشاهير واليوتيوبرز وكل الكلام ده، ده فيك، ده بس قدام الكاميرا. إيه هي وزوجها كده وزوجها بيكلم حاله وهي في ملكوت تاني معايا ولا مش لسه منزلين معرفش ايه. غلط غلط ان تبقى الحياة مشاعا كده وعلى الدنيا والحاجة. فندعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نلتزم. واين بقى عمل انا بعمل الكلام ده ليه؟ انا بصيت للكاميرا، انا بكلم منى ليه؟ انا بحط بشرب الميه الشرب احاسب عليه. سيدنا عمر كان بيعمل كده وبيلعب في التراب بالعصا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسال على ذلك، لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. نيتك في ايه؟ واحنا خلونا احنا فقراء، بس خلينا احنا فقراء الى الله، لا عندنا لزاد ولا عندنا زي الصحابه ولا عندنا زي هنقابل ربنا بيه بالنوايا، ودي اللي تفرقنا. النوايا يعد للعالم الواحد اكثر من 100 نيه. جايين هنا ليه؟ جاي عشان نشوفكم ونسلم عليكم وننشر كلمه حق ونفضل عليها. جايه بتقولي كده ليه؟ سايبه او احتسابا لله عز وجل، بعمل كده لله عز وجل. فلما تيجي تؤذي ما نبقاش جيل الهشاشه بقى، تيجي تؤذي وتيجي يتم بخس عمايلك اللي جهدت فيها، ما تزعليش. ليه؟ عندك الشكور. وانا مالي؟ انا محتسبه، انا عندي الشكور عز وجل اللي يشكرني عليه، والثواب اللي انا ببغيه من وجه الله سبحانه وتعالى. الاخلاص اللي هو عكس الرياء، خلاص الامه بصدق. انا عايزين مجتمع مخلص، احنا عايزين مجتمع عمايله لله، مش ولا تضيعوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كارثه. ويمن على ده ويمن على ده، ايه المجتمع المريض ده؟ فاحنا محتاجين نوايا قبل العمل، ونقول ان الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، ونوايا وسط العمل، ونوايا اخر العمل، هو ده اللي احنا محتاجينه. وراجع نفسي بعد، تقبل يا رب، لك يا رب، استغفر الله على اي نيه ثانيه يا رب، استغفر الله على كذا يا رب، ده اللي احنا محتاجينه. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم ويجعلنا من الصالحين، ويجعلنا يا رب من أصحاب العمل الخفي التقي، ويرزقنا ربنا ويرزق قلوبنا الإخلاص والتتبع، إن إحنا نتتبع قلوبنا ونتعهدها في موضوع النوايا بتاعت العمل. اللهم آمين يا رب. جزاك الله خيرا دكتورة.
دكتورة نأخذ استفسار وصلنا على بريد الصفحة رحابها على الفيسبوك. سائلة تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو سائل عفوا: لدي استفسار بخصوص الزواج. ابنة خالتي فتاة ملتزمة وصاحبة دين وخلق وشخصية وذات مال وجمال، وأنا معجب بها كثيرا، ولكنها تكبرني بالثلاث سنوات ولا أعلم كيف أقول لها وأصرح برغبتي في خطبتها. أرجو نصيحتكم جزاكم الله خيرا. طيب يعني خلوا انت تصرح عليه يا ابني، الله يصلح حال. يعني انت ما تصرحهاش، انت تروح تصرح اهلها واكبر منك بثلاث سنوات ولا مش فارق. النبي صلى الله عليه وسلم خدها اكبر منه بكام؟ اكتر من 15 سنه. فالفكره في الروح والقلب والمرجعيه، وطيعه تحب الله عز وجل ورسوله، وفيها الصفات ولك ميل، تكلمهاش هي ينوبك ثواب. يلا روح جري على ابوها، جري على اهلها، وكلموا لهم: ابغي ابنتكم في حل، وعندي كذا ومحتاجه كذا، وهكرمها اخر كرم، وصلي ركعتين طلب حاجه قبليه ان الله عز وجل يكرمك فيها. ويا رب ان كانت خيرا لك ربنا يقدر، ان كانت غير ذلك اصرفك عنها واصرفها. كانوا كلمها شيء، روح كلم اهلها ولطف الكلام معاه، وان شاء الله لو خير ونصيبك ولا هتاخده يا ابني لو في اخر الدنيا. الله سبحانه وتعالى يزوجك الزوجة التقية الصالحة ويجعل فيها خير، وتتصل بينا أو تبعت لنا وتقول إنه تم الزواج إن شاء الله. آمين يا رب. دكتورة ضحى صديقة البرنامج تسأل تسأل عن مسألة الخشوع، تقول: أنا كنت أحس به بس بعدها بطل. كيف بدنا نتدرب على الخشوع؟ خشوع الصلاة. طيب يعني خشوع الصلاة زي ما قلت كده إن هو فعلا محتاج تدريب. يعني لما بنيجي نتكلم، أنا أما بتعلم مهارة جديدة أو بمسك كوباية بشكل صحيح وأشرب منها، لما بتدرب عليه ده مرة هتقع مني ومرة كذا، زي الأطفال. الصلاة أكتر حاجة تدخلني على الله عز وجل بقلب سليم خاشع في بداية الصلاة، قبلها من الوضوء، وقبل الوضوء ترديد الأذان. لما بردد الأذان: الله أكبر، أيوة الله أكبر، أيوة أربع، الله أكبر، الله أكبر، صحيح صح، الله أكبر من كل شيء، أشهد أن لا إله إلا توحيد، أشهد الله إله توحيد ألوهية وربوبية، وأشهد أن محمد رسول الله، نعم الله أشهد أنك رسول الله يا رسول الله. حي على الصلاة، أنا يا رب، أنا يا رب اللي أروح جاري على الصلاة. حي على الفلاح، هو ده الفلاح. شوف من أول الأذان: الله أكبر، نعم الله أكبر، الله أكبر، الله، لا إله إلا الله، وأجري أروح أتوضأ. بص الوضوء بطهر إيدي وطهر وشي وعيني من كل أذية يا رب، من كل وإيدي اللي بطشت ورجلي اللي مشت يا رب، وروح متجاهي للصلاة. اللهم اجعل في قلبي نورا، دعاء بقى الذهاب هو للمسجد، احنا كنساء برضو دعاء الذهاب للمصلى، بصت معاكم في الأدعية. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل عن يميني نورا واجعل عن يساري نورا، اللهم اجعل من امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا، اللهم اعطني نورا. ده الدعاء بقى الذهاب للمسجد. اللهم باسمك العظيم وسلطانك القديم افتح لي ابواب رحمتك يا رب، وادخل على سجادة الصلاة واقف، انا هكلم ربنا، انا هسأل ربنا حاجتي، أنا هدعي ربنا بالقرآن والآيات، ده اللي أقوله لنفسي، وده اللي كان بيعمله سيدنا علي. وشه أصفر، وشه أصفر وهو رايح، يقول لك أصفر وجهه، أنتوا مش عارفين رايح أكلم مين. الله أكبر، ترك كل حاجة وراه. بصوا دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الثلج، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. شفت الجمال؟ شفت دعاء الاستفتاح. اهديني الأحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق. أول ما ببتدي بدأ يا ربنا بالخير ده، وبعدين الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. تستشعر بقى خمس ست نعم عندك، الحمد لله على نعمة، الحمد لله رب العالمين، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة إن أنا وقفت وأصلي، الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا رب ارحمني برحمتك يا رب، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين الله عز وجل، يوم الحساب ويوم الدينونة، إياك نعبد وإياك نستعين، آية محورية. أنا بعبدك وبستعين بك عشان أعبدك العبادة الصحيحة. وكمل: سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن، استشعار القلب. طب جالي خنزب شيطان الصلاة اللي قد كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلاثة وأكمل وأتأنى، أتم ركوعها وأتم سجودها وأتم، وأدعي ربنا سبحانه وتعالى، وأعمل في كل ركعة دعاء.
أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا، والدعاء يرزقنا الخشوع في الصلاة يا رب. أمين. اللهم امنحنا وإياكم. بارك الله فيك دكتورة. لدينا اتصالات. أم منصور من بنغازي، السلام عليكم. أم منصور هل تسمعيننا؟ اسمعينا من الهاتف لو سمحتي. ألو. نسمعك أم منصور من الهاتف، اسمعينا. أنا أسمعك من الهاتف. تفضلي. أنا نسأل علي عن النوايا. نعم. مالها النوايا؟ تفضلي كملي السؤال. أنا السيئة ما تطلعش من قلبي بالسهل. تمام. عرفتي واحد يزعلني ما نقدرش على طول، يعني تشد في قلبك شوي، حسبني على الشيء هذا ولا لا؟ ايه تمام، واضح سؤالك بإذن الله. شكرا لك أم منصور. معنا فاطمة من الخمس. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا فاطمة. مرحبتين، بارك الله فيكم على البرنامج. شكرا لك. ونحب نشكر الدكتورة هالة. أهلا وسهلا. طبعا أنا من الناس اللي تتابع فيها من فترة بسيطة يعني، لكن نحب نقولها بارك الله فيك. الله يبارك. لأنها غيرت هلبة من حياتي الصراحة. ما شاء الله. تغيرت هلبة ونظرتي على كل شيء تغيرت، فنحب نذكرها من قلبي ونقولها بارك الله فيك. بارك الله. وعندي سؤال. تفضلي فاطمة. طبعا أنا نعاني من فترة طويلة من كوابيس يعني. نعم. فترة طويلة ممكن 10 سنين أو كذا. نعم. الحمد لله يعني نحاول قدر الإمكان إنها ما تأثرش على حياتي أو المنوب، لكن في لقطة ديما أنني مثلا لما نحلم بحاجة نجي الصبح نشفت الحاجة كلها مكررة، يعني كأني حالمة بها كأني حضرتها، يعني كان متعبة اللقطة الصراحة. بس نحلم بأشكال غريبة وهيك، ما نعرفش ديما نستغفر في ربي الحمد لله الفترة هذه، لكن الحاجة هذه ما بس تنح ديما نحلم بكوابيس، ديما كوابيس. نعم، واضح سؤالك. شكرا. شكرا لك فاطمة. معنا عبد الله من العربان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله من منكم الأعمال الصالحة والنصر والتمكين والعلم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بلاد وزمان، في كل مكان وزمان. نعم. أكيد الحل، أنا عندي الحل، فهمتي؟ نعم. الحل القرآن والسنة علاج لكل ودواء، يعني القرآن والسنة علاج ودواء لكل مشكل. حتى الصارخ ليها علاج، يقطع يده، القاتل الساحر شارب الخمر يجدوه، اللي قلبه مريض القرآن شفاء يفصلوه، يعني القرآن والسنة علاج لكل داء ودواء أو ودواء، لكن الرجوع إلى الأصل. نعم. هو منهج الصحابة المبشرين بالجنة، لأنهم يعرفوا القرآن والسنة أحسن من نعم. إحنا قد نؤول وقد نأول بعض الآيات وبعض الحديث حتى ما نتمكنش من العمل به، زي كلمة حقا عنده سلطان جاين، زي هذا حديث، زي في حديث اللي هو شر الناس من اتقاه الناس في شره. نعم صحيح. لن يفلح قوم ولوا أمراهم ولوا أمراه، يعني تو احنا فرضوا علينا أنه تحت المرأة لها نصف الحكم الكراسي، ولهذا لن يفلح قوم ولوا أمر، لن يفلحوا في قامة العدل، لن يفلحوا في هزامة الأعداء، لن يفلحوا في تحرير فلسطين، لن يفلحوا في شيء يعني. نعم. إن شاء الله ربي يوحدكم على الحق والعدل اللي ضاع سنين. آمين آمين إن شاء الله. شكرا لك. معنا أميرة من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أميرة. كل سنة طيبين، يعد عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. علينا وعليك يا رب. نبي نشكرك على البرنامج هذا، ونبي نسأل فضيلة الشيخة سؤال. تفضلي أميرة. والله أنا عندي الوالدة تعبانة، معناها ناسية كل شيء، فهمتي؟ نعم. ومرة تجي لي، ما نعرفش إن هي حتى كلامها مش واضح في الدعاء. نبي لها ودي وهاي أثر فيها، يعني قصدي مع ربي ولا حاجة بني نخدم صعب، معناها إن ربي قال الوالدين أحسانا. نعم. والسؤال الثاني، أنا عندي في رمضان الدورة جتني بعد المغرب، لكن الصبح صبت مني مادة بسيطة هيك لونها صفرة قوية، باليوم هذا نصيمة ولا لا؟ تمام. شكرا لك أميرة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مع السلامة. معنا أم أيوب من تجورة. ألو. تفضلي أم أيوب.
أنا الدكتورة سؤال. تفضلي. أنا بنسأل على هيك لما تبدي متضايقة من حد فترة وما تبيش تحكي. أنا نوز لكن نشوف من حد حاجة خلاص قلت عشفة بذكر. وعندي في رمضان ولدي غلطنا كلي حلوة هو كبير. مش ما تتسمى وعادي طبعا يرد اليوم هذا ولا شيء. نعم هو ناسي ولا؟ نعم هو نسير كلي الحلوة ناسي. نعم تمام. ألو أم أيوب ولدك كلي الحلوة ناسي ولا؟ إيه لا ناسي. باي هو السؤال فقهي الثاني لو توجهي لي برنامج فتوى الأفضل. تمام. نعم السؤال الثاني سؤال فقهي يعني فتوى تكلمي القناة على برنامج الفتوى ويقولوا لك. شكرا لك دكتورة. نجيب عن الأسئلة. أم منصور من بنغازي تسأل عن النوايا. هي قالت السيئة ما تخرج من قلبي يعني اللي يدير لها سيئة هي تشد في قلبها ما تنساش ما تقدرش تنسى. كيف تدير؟ هل هذا صح أو غلط؟ طيب يعني خليني أقول لك على جزئية في موضوع الناس اللي بتسيء لينا وأزم وأنا حديت العلاقة بحيث ما يزيدوش الأذى. ده رقم يعني ناس أساءوا لينا وناس عملوا مواقف وأنا مش قادرة أسامح على الأمر ده. هي درجات مش كل الناس بتقدر ومن عفا وأصلح مش كل الناس تحت فأجره على الله كم ما نعرفش يعني دي مرتبة عالية جدا عفا وأصلح كمان يعني دي مرتبة عالية جدا. وفي نقطة تانية إن في خلاص أنت أذيتني كذا فبحيد العلاقة بحيث ما نزدش عليا من الأسف. الغلط اللي بيعمله الفئة الثالثة من الناس إن اللي يأذيك وبعد ما بيجي يأذيك بيحصل إيه؟ يسكت طب انا اعمل ايه ويستكين ويتمادى الاخر في الاذيه كانه حق مكتسب له. لا الاسلام ما قالش كده. ما عندناش احنا اللي يضربك على خدك اليمين يديه الشمال مفيش كده. كل واحد له حقوق ماليه وحقوق ادبيه وحقوق نفسيه وهكذا. طيب ابقى اذاني وانا مش قادره اسامح تمام يبقى كف اذاي عنه وابعد اذاه عني. طيب انا نيتي ان انا اعملها جهدي والله قدرت تسامحي وتسوب الـ الـ الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى تمام. لكن أمر فيه حقوق عباد أمر فيه حق مال أو حق دم أو ما فيش فيه حكم شرعي فيه ما ينفعش أنا أقول كذا. في ناس بتتجاوز طاقة. طب أنا مش قادرة ما قدرش أجبر حد موسى وقول له أنت لازم تعمل ولازمة قدرت نفسيا. الدليل إن هي طبقات وناس إن زي ما قلنا اللي من عفا وأصلح فأجره على الله. والنقطة رقم اتنين القنطرة دي ناس ما سامحوش في الدنيا وأذوك وإنت عرفت أو ما عرفتش وما قدرتش بشريتك هنا بتظهر. إنت قلت عليا وكذا في اليوم الفلاني وإنت ظلمتني حتى نص حديث النبي تقتص الشاه القرناء اللي نطحت الشاه الغير قرناء كله بياخد حقه يوم القيامة. الناس يقولك من عفا عن صاحبه دلوقتي أو عن أخيه ياخد هذا القصر. لمن هذا القصر من الانبياء يا رب ولا لمن يعفى عفوت يا رب دخلني القصر ده لو ربنا رايد له الخير. ففينا وفي ناس شتمت واذمت واذيت وكذا خد من هات حسنات معيش حسنات خلاص يطرح عليه من سيئاته ثم يطرح في النار. فهي طبق قدرتي يعني لام منصور قدرتي يا ام منصور انك انت تعفي عن هذا الامر وتوصلي لمرحله العفو ومرحله الخير. نفسيتك ما جابتهاش طبعا بالتدريب. ليه؟ ان انا اعرف ان المرجعيه لله والثواب عند الله واحتساب الاذيه عند الله. احتساب دي يعني ايه؟ يعني اخدها يوم القيامه خالصه مخلصه من ربنا. في ناس بتقدر تجيبهم. شوف انت انهي طب عايزه تجتهدي اكتر تمام ما انتش قادره خلاص بس اهم شيء كف اذاك يا عم مش منهم لا يتحط عليهم ويعدي عليهم وعماله تزيد عليهم كل شويه وهي النفس الثانيه برضه عماله تزيد في الاذى عندك. ده هي عملوا ده سووا ده كذا لا اذيتك تمتد عليهم ولا كذا وبطاعي الامر وحيد العلاقه لو انت ما انتش قادره على الأمر. بس ما يبانش الضغائن في ايه؟ في السلوك هو ده الغلط. أدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالخير ويعفو عن الجميع والناس كلها تعتذر لبعض. ايه المشكله والله الاعتذار ما بيصغر حباب العكس ده بيزيدوا عزه سبحان الله فعلا. معنا اتصال دكتوره ابو محمد من طرابلس. السلام عليكم ابو محمد.
نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يعينكم على هذا البرنامج الطيب. آمين. أختي الكريمة، عندي سؤال لو سمحتي للشيخة. تفضل. بارك الله فيك. فيما يتعلق بتعدد نبو الشيخة، بارك الله فيك، تتكلم على البرنامج هذا يعني وتشجع، لأن احنا كثرت عندنا العزوبة وكثرت عندنا الأنوثة. فيا حبذا لو تعالجونا المشكلة هذه في بلادنا. نعم. واضح السؤال. تمام واضح، شكرا لك. معنا إسماعيل من طرابلس. إسماعيل من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيك، طبعا حييكم وربي يوفقكم ان شاء الله ميزان حسناتكم. امين. ونستقبل المكالمة وجميع اخوتنا الليبيين صفة خاصة والمسلمين صفة عامة. وان شاء الله بلادنا دائما الافضل في مختلف القطاعات. نعم. ان شاء الله. عندك سؤال؟ اقول لك يا استاذ، انا غير عندي تعليق في بعض يعني المتصلين يتكلموا على السلوكيات، وانا يعني ما نقدرش نسيطر في اثناء الخطا ولا اثناء الظلم على قلبي وعلى تصرفاتي، ونبقى في مستوى يعني غضب. فهي الصفات في القران موجوده يا استاذه. نعم. انت الصفات في القران موجوده، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، واقصد من مشيك واغضض من صوتك. هذه كلها المفروض احنا نطبقوها في سلوكياتنا اليوميه. نعم. فهمتي؟ والاخ اللي تكلم قال ان لا يفلح قوما تاخذ يعني شان شؤون يعني حياتهم امراه. نعم. يعني هذا ما اولا كان حديث يعني ولا حكمه يعني اصبح صحة الحديث، ولكن مع هذا ما هاش بالكليه، مش بالكليه. المراه نجحت في عده مجالات، ممكن ما تكونش رئيسه بلد، ممكن لان في حاجات تعفار كما نقولوا احنا، وتبدي قوه وتبدي كذا، ولكن نجحت كمديره، نجحت كاعلاميه، نجحت كدكتوره، نجحت كداعيه، نجحت كام مربيه في البيت. يعني حتى اقل مثال يا استاذه هاله. نعم نعم معاي. نعم معك. نعم. اقل مثال نقول له في السباق، حسن الحضور والمستمعين، في السباق نتاع الخيل، يعني اللي تجيب في اغلبيه اللي تجيب في الجوائز الفرس انثى وليس ذكر. الرث ممكن يكون ذكر ولكن الفرس هي انثى، وتجيب في الاوائل الاف من الدينارات. يعني هذا اقل مثال. نعم شكرا يعني لك. تسمعين ما نحطش المرأة مربية، المرأة لها قدرها، ولكن لبسها وهندامها وأسلوبها يجب يكون بمعايير دينية. نعم نعم. بارك الله فيكم على البرنامج، طب يحفظكم ومنورين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، شكرا لك. معنا أمة الله من بنغازي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أمة الله. إذا حضرتك أستاذة منى، إذا حضرتك الحمد لله كنت بخير إن شاء الله. دكتور هاني بعدين حضرتك، أنا كنت عايزة أخذ رأي حضرتك في حاجة بخصوص زميلة لي يعني صديقتي. نعم. هي متزوجة، ولكن يعني هي ما بتخلفش، يعني هي عندها عقم يعني ما بتخلفش. نعم. فالمهم زوجها طلب إنها تتزوج عليها كده، وهي سمحت له، هي وافقت وما كانش عندها اي رفض تماما. نعم. المهم زوجها لما راح تقدم لواحده، فهي كان ضحك على اللي هي متقدم لها دوت، وقال لها ان مراته وافقه على الطلاق، وان هي مش موجوده في البيت، وهي مش موافقه على جوازه، وهي واقفه وغضبانه عند اهلها وواقفه على الطلاق وكده، وهي زوجها كانت معاها في البيت، يعني ما كانش في اي حاجه من دي سيد. فالمهم لما هو راح، المهم عرف حياتها واتجوز، اتفقوا الجواز كمان شهر، فهو ودى صاحبتها ديت، وداها عند بيت ابوها بالعافيه قبل الفرح، ما هي كانتش عايزه تمشي، لان هي ما تعرفش ان هو قايل للعروسه الثانيه كده اصلا. نعم. فهو وداها عند بيت ابوها وكده، فلما راحت عند بيت ابوها وجابت الثانيه واتجوزت الثانيه وكده، وهو قطع المعامله مع صاحبتها ديت، يعني بيكلمها كل فين وفين، وبعدين كل شويه يقول لها هجاخدك هجاخدك، وفي الاخر يعني كان هو كان في دماغه مش هياخدها ثاني. فبعدين جت صاحبتها قالت لي اما تاخدني اما تطلق وكده،
فالمهم هو دلوقتي هي زوجته الأولانية زوجته اللي هو جوزها على هديات جابت رقمها وكلمتها وقالت لها ان هو لما جيت قدم لها ما كانش قال ان انت موجودة وكده، ولو تعرف ان انت موجودة ما كنتش وافقت وكده. وبعدين قعدت تقول لها ان هو قال لها عليها كلام كتير ما يصحش وكلام كتير خارج عنها يعني وكده، وان هو قدم طيب فيها جامد وكده. اختصاري امة الله لو تقولي الان شو صار؟ تمام. الوضع دلوقتي ان هي طلع قايله عليها كلام كتير. المهم هم اختلفوا، هما الاثنين وقفوا على الطلاق دي ودي، لما اكتشف كل واحده اكتشفت ان هو قايل على الثانيه كلام. نعم. فبعدين هو كلم صاحبتي دوت لما عرف ان هي كلمت مراته الثانيه، هي اصلا هي اللي كانت مكلمها مش هي اللي كلمت. فهي طلقها في التليفون وشتمها وسب اهلها وكده. وبعدين بدا بعدها بفتره لما عرف ان الثانيه كانت غلطانه هي اللي غلطت في حقه، ورجع دلوقتي عايز يرجع مراته. صديقتي دي هي دلوقتي محتاره ترجع ام لا؟ هي دلوقتي محتارة. هي مش عارفة دلوقتي ترجع، هو دلوقتي عايز يرجعها، فهي دلوقتي محتارة هي مش عارفة ترجع ولا بعد ما هو قال عليها كلام ما يصحش وسب فيها. نعم واضح سؤالك، شكرا لك أما طلعت. تجيبك الدكتورة إن شاء الله. معنا مريم من مصراتة. السلام عليكم. ألو ألو. تفضلي يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك يا مريم. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. معلش أنا نبع الأذى دكتورة. نعم الأذى. نعم تفضلي. نبع الأذى اللي توى السؤال اللي قبل مني أنا، اللي فيه يعني واحدين يعني يأذوني ويطلوا علي كلام مش كويس، وأنا مش قادرة أتكلم من المشاكل ومن هني تخليطوني، ومش عارفه بش نتخلص منهم يعني. وكيف ندير بس نتخلص منهم اللي يسلطوا علي ويقولوا علي في كلام مش كويس. نعم واضح سؤالك، شكرا لك يا مريم. دكتورة نحاول نجيب ونجاوب على الأسئلة كلها قبل ما تكمل الحلقة. فاطمة من الخمس تعاني من كوابيس من 10 سنوات تقريبا، وهي تحاول ألا تؤثر على حياتها، وتشعر في بعض الأحداث التي في الحياة أنها قد شهدتها من قبل. فكيف تتخلص من هذا الأمر؟ طيب يعني هو باختصار موضوع الكوابيس حله في يعني في أمر سهل وبسيط جدا جدا. بتوضى قبل النوم، بقرأ آية الكرسي، بقرأ أذكار النوم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، ومن أخذت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وجهت يا ربي وجهي إليك وأسلمت ظهري إليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، آمنت برسولك الذي أنزلت وكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، بسم الله. وأقرأ آية الكرسي ونام على هذا الأمر، بنام على التسبيح، بنام على الصلاة على رسول الله السلام، لحد بقى ما إيه ما عيني تروح في النوم. قبليها طبعا ببقى مصلي صلواتي، نايم على وضوء متجه لاتجاه القبلة، يعني الحاجات دي بتساعد إني أصلا ما يبقاش فيه كوابيس ولا الكلام ده. لو أنا يوم متزبط في الصلاة، متزبط قرأت وردي، أي لا أذكار الصباح والمساء، أي لا تمام، مش هيبقى فيه كوابيس ولا هيبقى فيه الكلام ده. ويعني مش عايزين يعني موضوع إن إحنا أنا كأني شفت الحاجات دي قبل كده وكأني كذا، والله عليك بالرقية، يعني الرقية الشرعية لما تقرأيه على نفسك وتقرأي الرقية الشرعية على الماء وتشربي منه وتطبخي منه وتغتسلي منه، الكلام ده بينتهي، حتى لو في حاجة ولا في مس ولا في شيء بيروح. فيبقى لكن إيه يعني حتة بس بسيطة برضو، مش عايزين نعول عشان ما نخطش الناس. لما بتشوف في الأحلام دايما ثعابين، وحوش بتجري وراها، دايما تشوف أشكال مرعبة وهكذا بترعبها في قلب الأمر، لازم تعمل الحاجات اللي احنا قلناها دي. والكلام ده يا جماعة يعني كلام قايله النبي عليه الصلاة والسلام عشان احنا نقتدي بيه، عشان احنا نعمل بيه، مش نعمل كده ما شاء الله ماشي يا ربنا يسهل، ونرجع نقول احنا لخدت خطوات للتغيير ولا استمعت لسنة النبي عليه الصلاة وبتعاني من الامر تقول اعمل ايه. نلتزم باللي احنا بنقوله، ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالخير اللهم امين يا رب. امينه من تراب، اميره عفوا من طرابلس، تسال تقول ان والدتها تعبه عندها زهايمر يعني فقد الذاكره، وتدعو على بنتها يعني تدعو على بنتها دعاء غير مفهوم. اميره هي اللي بتدعي ولا والدتها؟ الام التي فيها الزهايمر تدعي على بنتها، يعني هي تحسن إلى أمها، لكن هل الدعاء هذا مستجاب؟ لا لا الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك وأرحم من ذلك. نعم. لا يستجيب لدعوة الجاهلية.
وعندها سؤال فقهي، هي أنها شافت سفرة قبل المغرب، هل تعيد أم لا؟ إيه كان السفرة كان قبل الطهر ولا بعد الطهر؟ لو السفرة قبل بعد الطهر كل لنا عدة صور قدرة، والسفرة بعد الطهر شيء، لكن لو كانت قبل الطهر لا، ما هو اليوم بقى عليها تصومي. نعم. أم أيوب من تاجرة سألت سؤال شبيه لسؤال أم منصور، إن هي عندما تتضايق من أحد لا تستطيع أن تراه يعني محاسنة. يعني بصي هقول لك، الزمن كفيل بينسي الأمر، والواحد كل ما بيكبر كل ما بيلتمس للناس الأعذر. واحد لما بيرتكل لله عز وجل وبيبقى فعلا أنيس ربنا ووكيل ربنا ويشوف عدل الله عز وجل ولطف الله الخفي في تدبير الأمور، يعني والله بيصعب عليه العباد، يصعب عليه اللي خزل واللي أذى واللي كذا. يعني الواحد لما انت عارف جزاؤه، لو أنا ما سمحتوش انت عارف هيبقى جزاؤه عند ربنا، يعني هنوقفه مش داخل جنة لما نرضى ولا يدينا حسناته وهكذا، فيصعب علينا الناس دي. نعم. لكن زي ما احنا قلنا ولا عافينا عن الناس، الله سبحانه وتعالى يقول زاد قدرت يا بنتي قدرت، ما قدرتيش زي ما قلت امنعي اذى عنك وامنعي اذاك عنه بس، ونحيد العيوب عشان لا لك. ولك الا ما خيركم من خلط الناس وصبر على اذى، مش قادر اصبر يبقى ما خيبقى احط حدود. مجرد رؤيتي له بيتنرفزني ام جايبه ضربه العيال ومبهدله الزوج وشتم الناس ووقع لا حيد العلاقه عشان ما يجيش. بصي عارفين عايزه، انا عايزه اعمل خير بقى واشوف قوه نفسي البدنيه والشخصيه والنفسيه واعمل ما اعرفش ايه علشان خاطر اعمل قومي جاي وقع في غلطك، لا امنع الاذى عشان ما تقعيش. ودي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغفر لنا ولا واحده تقول لك مش قادره اقول ربنا يغفر لنا ولا اقول ربنا يغفر لنا ولا انا في ناس نفسيات كده، لكن تستعيني بالله سبحانه وتعالى. نعم. ابو محمد من طرابلس يطلب منك التكلم عن موضوع التعدد. كانه حل للعنوسه و نعم اي والله اخر الزواج انزعل منا الزوجات، لكن هو احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده نشوف تاثيره الشرعي ونتكلم حتى على الواقع دكتوره، مآلاته في الواقع وحاليا، ما احنا يعني احنا ما نرفع الواقع اللي موجود دلوقتي ونقوله وفايدته ايه. يعني انا نفسي مره اعمل حلقه على فوائد على فوائد التعدد يعني. سبحانك يا رب، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب في الخير. نعم. اسماعيل من طرابلس تتكلم عن قياده المراه كمشاركه. عندنا امه الله من بنغازي تكلمت عن صديقتها متزوجه. لا اسماعيل كان له سؤال. لا شاركه المراه في المجتمع. نعم. أمة الله من بنغازي صديقتها متزوجة لا تنجب. المهم زوجها طلب يتزوج عليها وافقت، والثانية التي خطبها كذب عليها وقال زوجتي ستتطلق، وقبل العرس بقليل فعلا يعني أخذ زوجته إلى بيت أهلها وتركها، ثم عندما تواصلا الزوجتان مع بعضهما البعض استكشفا كذب الزوج وطلقهما، ثم الآن يريد أن يعيد الأولى بعد أن شتمها وطلقها ويعني كذب عليها، هل ترجع أم لا؟ الأولى. نعم. التي لا تنجب في الأصل. لا أنا أجاوب، ولا أنت ولا صاحبتها اللي اتصل، هي أنت قادرة أنك ترجع وتسامحي وتوفي بحقوقك كزوجة له، وهو نفس الكلام، ويتقعد قعدة رجالة واحد اتنين تلاتة تأصيل معاملات هو ده. فلو كده وقدرت توكلي على الله بس، ما فيش. بصوا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة عجيبة جدا، الزاني واستغفر ربنا يغفر له، السارق يستغفر ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى صفة الكذب عن المؤمن، لا يكذب أبدا. الكذب صفة وحشة جدا، خلي بقى ما يبقى راجل طويل عريض بشنب كده ولحية ومعتبر ويكذب، يعني حاجة كارثة، لا شهامة ولا مرؤة ولا رجولة ولا إنسانية. فنتفق أن ما فيش كذب ويبقى فيه وضوح، ولها الحرية تستخير وتقعد وتحط الأمور اللي الشروط اللي هي عايزاها، والرجوع على أساس، مش رجوع على ما هو على ما مضى، على أساس جديد، وترتضي واستخير قدريت ما قدرش. لكن لنا ولا منى ولا أنت ولا صاحبت، هي صاحبة الأمر، تسمع اللي أنا قلته ده وتستخير عليه وتحط شروطها واحد اتنين تمام، ولقيت نفسيتها والاستخارة تمام توكلنا على، طبعا أهلها موجودين، أبوها أخوها عمها رجالة العيل، ونفس الكلام توكلت على الدنيا تمام. لا مش قادرة ونفسيتها خلاص. أصل هو الأصل في الرجوع يا أخت منى إن هي تؤدي حقها كزوجة، طب نفسيتها مش جايبة هتنكد عليه وهتعمله، طب لا. وهو نفس الكلام يكون صادق معه علشان هي تشوف راجل في عينها وتوقره وتحترم وتطيعه. ما تحققش الأمر، لا ما رجعش على قديمه. بس بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا. شكرا جمهورنا الكريم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطور والإيمان يسري على درب
بالهداية والنقائي.